يلا عمر وسنيني عمر وسنيني خدمة حسيني عمر وسنيني خدمة حسيني أنا خادم أنا خادم وأبقى خادم مقابلة عن الشاي تركيز على الشاي تاريخ الشاي جرب هذا السيد لو مو مسوينه متى الفطور لا ما ادري تقصد هيا سيدنا محي ذنوبة بذكر محبوبة يا محي ذنوبة أي أنا خادم وأبقى خادم للحسين أنا خادم وأبقى خادم للحسين الله الله أنا رادود بخدمتك نذر كل عمره أنا رادود بخدمتك نذر كل عمره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لخدمة سيد الشهداء سلام الله عليه نسأل الله أن يعودنا نشكر إدارة الماتم هذا أطول مني هذا أنت عرس قبلها بسم الله الرحمن الرحيم نشكر إدارة الماتم على هذا التكريم والله يعوننا وياكم في هذه المناسبة مناسبة تكريم كوادر الماتم أحب أقدم جزيل الشكر إليهم على كل جهد قدموا كل طاقة قدموها وكل وقت صرفوه في خدمة الإمام الحسين طبعا هذه الجهود وهي الطاقات وهذا الوقت هو يعتبر من العمر فعلا اللي يفخر به الإنسان واللي راح يكون خير ما يقدم به الإنسان على الإمام الحسين عليه السلام باكر كل واحد من هؤلاء الكوادر يقدر يروح للإمام الحسين عليه السلام يقول له أنا كنت أخدم في مأتمك كنت أصرف وقتي في مأتم هذا أفضل مكان واحد يخدم فيه أفضل مكان يصرف فيه وقته أفضل مكان يصرف فيه جهده بارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم بارك الله في كل عطاءاتكم وأنتون قد تكونون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب للإمام الحسين عليه السلام من أي ناس ثانين فلا تنسونا من الدعاء أنا خادم أنا خادم وأبقى خادم وين صوت الخدام وين هم انا خادم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على وفقنا على خدمه ابي عبد الله الحسين والله يعوضكم ان شاء الله في كل سنه هالسنه وفي كل سنه ان شاء الله رايدت واسجكيه فقدت العيله رايدت واسجكيه اشكر جميع القائمين على هذا الصرح الكبير وجميع اللي تفانوا في أعمالهم واللي استمرت تقريبا في قرابة 3 أشهر في التجهيزات اللي صارت في حق الموسم أشكرهم جميعا وإن شاء الله الله يعودهم ويثيبهم إن شاء الله ويثبت أقدامهم جميعا ورحمة الله وبركاته فعلا تجري دموع والفرح أنا خادم أنا خادم وأبقى خادم إلا يا أهالي المرخ أنا أحبكم حبكم واجد من أجي هني أرتاح نفسيا أنا ما كنت أدري أن أنتون هالقد هالكوادر يعني أول مرة أنا أشوفكم كامل وبعد في ناقصين الله 39 ليلة بكل مصابك الشخص الثاني اللي حبيت أشكره هو أبو سيد حسن سيد مرتضى جزاه الله خير دائما يكون موجود أول شخص في المأتم يفتح الماتم ودائما قبل الخطيب على الأقل بساعة لا ربع هو مشغل السماعة ويقرأ النعي والحديث
يعني بدون أي تململ طول فترة العشرة. يلا عمره سنيني. الحال أن الروايات تبين وأيضا ما درج عليه العلماء وأهل المعرفة أن كل خادم من خدمة الحسين سلام الله عليه في أي موقع حسيني وفقا لحالته النفسية والقلبية والمعنوية قد يفوق حتى الخطيب. لخادم الحسين ولا أبو جعفر النصاري من يجي شهر المحرم نعتني الموكب حضر الأسود نلبسه وهالأرض. الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا لخدمة الإمام الحسين لهذا العام في موسم عاشوراء 1438، ونسأل الله العود لهذه المناسبة العظيمة. ولا شك أن هذا العمل الذي تقومون به يصب في إسعاد أهل البيت، فهنيئا لكم. أنا رادود بخدمتك ندر كل عمره وادري من أقرأ القصيدة تحضر الزهر وادري من أقرأ القصيدة تحضر الزهر. أنا رادود بخدمتك ندر كل عمره وادري من أقرأ القصيدة تحضر الزهر تحضر الزهر. تصيح إن علي الحسين الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه في ذكرى عاشوراء 1438 هجرية، ونسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة بأحال أفضل من هذا الحال. أنا خادم وأبقى خادم للحسين.